العادة واحد بواحد غادي نقدموهم ونقدموهم بلو مايو ديالهم اوفيسيال افيك لو نيميرو اوفيسيال وبالسميه ديالهم بطبيعة الحال. غادي ناخذوا صور لكل لعاب ومن بعد اللعاب اللي خدا صور وخدا القميص ديالو غادي يجي للمنصة حتى يكونوا هنا كاملين الثمانية بهم. هذيك الوقت غادي يكون واحد لو ديبا كيستيون ريبونس ما بين الصحافه الصحفيين واللعابه باش يمكننا نسمحوا للعابه يغادروا القاعه لانهم عندهم برنامج تبعهم. دونك بسم الله كنرحب بكم جميعا. بالنسبه للانتدابات ديال حسنيه راه قدمنا اللاعبين اليوم في واحد ندوه صحفيه، ثمانية ديال اللاعبين الان اللي التحقوا بنا وان شاء الله غادي ربما غادي يلتحقوا مازال جوج ديال اللاعبين اخرين، ولكن على كل حال بدينا لو ستاج ديالنا وغادي نبداو بدينا التدريب ديالنا وغادي نبداو الان واحد ستاج دو بريباراسيون في مدينه الدار البيضاء ان شاء الله، وغادي يكون واحد العمل كبير على المستوى البدني والتكتيكي والتقني، وكذلك غادي يكونوا بعض المقابلات حبيه اللي غادي يجريها الفريق ديال الحسنيه في الدار البيضاء ان شاء الله. ونتمناو ان شاء الله في الموسم المقبل باش تكون الحسنيه في احسن مستوى، ونتمناو من الجمهور باش انه يجي يدعم الفريق ديالو ان شاء الله. بالنسبه لنا المقدمين فريق رجاء بن بلاد مركز وسط ميدان هجومي 26 سنه مده العقد عامين. عبد الحكيم باسيل 26 سنه لاعب صغير فريق ساعي واتزب باش مركز المدافع الايمن. الشاوش نورمالمون جاي باش يبلاصي يحيى جبران دونك ميليو تيران ديفونسيف. دونك نوفل 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 كيلعب في لاكس سنترال ديفونسور اكس سنترال غادي يجي غادي يجي دونك بالتالي في الرابي وبوكيني. ايوب بوزوكي ابو الصبر قلب هجوم غادي يجي حتى هو غادي يعزز صفوف فريق حسين تكادير. لعب الموسم الماضي الشباب الريف حسيمين. داود بوسليبا الوغ هذا شاب مغربي هولندي او هولندي مغربي كوبل في اجاكس امستردام وفي فينورد هايدوفن ارحب بك. ويلكم ويلكم يو كانتري ويلكم وي هوب وي ار جوينغ تو بي تو هاف ون ا جود سيزون ان اكادير ويز حسنيه. So welcome in your country and your family, Hassan Tagadir. Thank you very much. إمازي غني نمر دي مغرب دي مغربيين شي مرة دي مغربيين إن شاء الله نتمنى نك خير ذاني تك دي حسنية نقعد دي بطولة نقعد دي كوبا مرة خير. كابتن أحمد مهدي سعيد ومبسوط بين اخواننا في المغرب ان شاء الله يكون اضافه منيحه للفريق ولاهداف الفريق ان شاء الله في المرحله القادمه. شكرا شكرا شكرا. محمد مريم لاعب فيل ستريت الدولي كذلك. كابتن تمير اهلا وسهلا. أربعة
24 او 25 مقابله في المنتخب الفلسطيني. اهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني. تسمتك كابتن بالمناسبه. الحمد لله ان شاء الله يعني نقدر نتقبل كل ما عندنا فريق حسنيه، والحمد لله يعني بدنا نرجع لبلدنا الشقيق المغرب، وان شاء الله يعني نقدر نساعدكم قدر الامكان ان شاء الله.